تعليمات من جلالة الملك محمد السادس للمملكة المغربية حاضرة بقوة في هذه القمة اللي كينضمها الاتحاد الإفريقي حول الأسمدة وصحة التربة. جلالة الملك كان حريص على أن يكون حاضر الحكومة من خلال وزارة الخارجية وزارة الفلاحة، ولكن كذلك المكتب الشهري في الفصلات اللي كان عنده دور كبير في هذا الاجتماع. الحرص ديال جلالة الملك كيجي من الأهمية اللي عند الفلاحة في رؤية جلالة الملك للتعاون جنوب جنوب، وفي رؤية جلالة الملك للتعاون بين الدول الإفريقية، لأن الفلاحة ماشي فقط مرتبطة بالأمن الغذائي وبالسيادة الغذائية، ولكن عندها كذلك هي واحد المشغل مهم وعندها واحد الدور اجتماعي، عندها واحد الدور أساسي في التنمية الاقتصادية، وكذا أنها مستقبل لإفريقيا بحال اللي كيقول جلالة الملك مرتبط بتطور فلاحتها وتطور مناطقها القروية كذلك. من هذا المنطلق كان هذا الحرص ديال جلالة الملك على أن المساهمة المغرب والمشاركة في هذا الاجتماع تكون مشاركة قوية، وبالفعل المغرب من خلال الزيارات اللي قام بها جلالة الملك للدول الإفريقية جعل من الفلاحة عنصر أساسي في التعاون ديالو مع الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج التعاون اللي كانت، سواء من خلال توجيهات جلالة الملك للمكتب الشريف للفوسفات باش أنه يدير واحد البرنامج خاص للدول الإفريقية، وخاصة في الظروف الحالية اللي كاين فيها واحد الضغط كبير على الأسمدة، لا من حيث وفرتها ولا من حيث الأثمنة ديالها. وبالتالي كان حرص جلالة الملك من منطلق التضامن مع الدول الإفريقية، التعليمات اللي تعطات المكتب الشريف للفوسفات أن يكون هناك مواكبة للدول القارة الإفريقية في هذه الفترة المهمة، علما بأن المشكل بغض النظر على الظرفية الحالية اللي فيها ضغط كبير على الأسمدة، ولكن كاين كذلك مشاكل هيكلية في الفلاحة الإفريقية اللي اليوم تطرحات في هذا الاجتماع، واللي المغرب قدم لها إجابات من خلال كل البرامج اللي تلقات برعاية جلالة الملك، مثل المغرب الأخضر، مثل الجيل الأخضر وغيرها، واللي هي تجارب اللي يمكن تفيد الدول الإفريقية في تطوير فلاحتها. اليوم في إفريقيا اللي عندها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، عندها أكثر من 200 مليون شخص اللي كيعانيوا من سوء التغذية. إفريقيا اللي عندها تقريبا 65% من الأراضي ديالها ضعيفة من ناحية الأسمدة، كتستعمل أقل من نصف ديال المعدل ديال الأسمدة اللي يستعمل في العالم. وإفريقيا اللي الفلاحة فيها كتشغل أكثر من 60%، يلا الفلاحة كتساهم بأقل من 14% في الناتج الداخلي للقارة. هذه كلها عناصر كتبين بأن هذا واحد الورش مهم تفتح على مستوى القارة الإفريقية، واللي المغرب برؤية جلالة الملك بالتجارب اللي عند المغرب سواء على المستوى الوطني أو تجارب التعاون مع الدول الإفريقية عنده الكلمة ديالو وغيواكب هذه العملية هذه. شكرا.